Technos. بالنسبة للزاجولي متاع الجو دو فوت على الكونسول فيديو كونامي تمثل رمز كبير خاصة وانا المطور متاع برو ايفوليوشن سوكر اللعبة اللي تصدرت الكلاسمون متاع الجو فيديو لمدة سنين في تكنوز اليوم مش نحكيه على انونس مفاجئة قامت بها الشركة اليابانية واني في حديث وسائل الاعلام العالمية والمختصة في الايتيك خاصة دار حول موضوع القرار الصادم متاع شركة كونامي المختصة في تطوير الالعاب الالكترونية وين اشارت عن تخليها على تطوير جميع مشاريع الالعاب على مختلف الكونسول الكبار كيما البلاي ستيشن والاكس بوكس والأورديناتور دو بيرو تركيزها ديزرمي على مجال لجو دو سمارتفون. موقع جيم بلوغ انقل عن مصادر داخل الشركة انها مش تستغنى على البروجي اغران بيجي الكل الاكسيبسيان وهوني لابون نوفيل دو بي او اس الجو دو فوت اللي شكل ابرز اسباب نجاحها. على فلاس كونامي مش تركز على الجو متاع الاجهزة المحمولة واللي وليت تلقى نجاح كبير في الفترة الاخرانية ذو تطور الكبير اللي شاهدوا السوق هذا. سبب رئيسي اخر في القرار هذا هو زادة مشاكل اللي واجهتها الشركة بعد ما استقال واحد من اهم الاعضاء في الديريكسيون جوليان ميرسيران المكلف بالمشاريع الاستراتيجية في كونامي. هكا تكنوز اليوم وفات خالد يقول لكم تحياتي. تكنوز.